الرئيس السابق للبرلمان الإيراني ينتقد المرشد من إقامته الجبرية ويتهمه بالتسبب بسوء معاملة النساء. آليات منهوبة وسكان غاضبون، استعراضات ميليشيا الحوثي تجدد رسائل الحرب خلال الهدنة. سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي يعلنان انتهاء الحملة الأمنية في الهول وضبط خلايا داعشية نائمة. مكافحة الإرهاب في تونس تستدعي الغنوشي وقياديان نهضة كمتهمين في تسفير الشباب لبؤر التوتر. بسبب الحرب في أوكرانيا، فراغ الروسي في سوريا يفتح باب السباق بين إيران وإسرائيل. طبتم وطابت أوقاتكم مشاهدينا، وعلى مدار الساعتين وإياكم ملفات متعددة تبحث عن إجابات أيضا، والبداية من توجيه الرئيس السابق للبرلمان الإيراني شيخ مهدي كروبي انتقادات لاذعة للمرشد الإيراني علي خامنئي على خلفية مقتل مهسا أميني، متهما إياه بالوقوف ضد المطالب الداعية لإنهاء سوء معاملة النساء والفتيات في الشارع. كروبي من مقر إقامته الجبرية قال إن السلطات التنفيذية والقضائية على دراية بشأن هذه الممارسات ضد النساء، غير أنها لا تتحرك لاتخاذ أي إجراء بسبب اعتراض خامنئي. أكد كروبي وهو أحد قادة الحركة الخضراء، أكد أن الشرعية والقانون والأخلاق في إيران باتوا في خدمة الحكم الفردي، مضيفا أن إيران ليست ملكا حصريا لأي أحد. أثر منصوري وهي سكرتيرة حزب اتحاد الشعب الإصلاحي اتهمت أيضا المسؤولين في مقال نشره موقع صحيفة اعتماد بالتصرف بعنف، وبأنهم لم يلتفتوا إلى النصائح ما أدى إلى مأساة مهسا أميني، وذلك منذ تفعيل دوريات الإرشاد والتعامل العنيف مع النساء. أما رجل الدين المعتدل آية الله قال إن على المسؤولين أن يعتبروا الشعب هو المالك الرئيسي للثورة، ولا ينبغي أن يكون الحكم بيد عدد معين من الناس. موقع إصلاحات نيوز تساءل إلى متى تبقى النساء والفتيات في هذا البلد ضحايا للأفكار السخيفة التي تعود للقرون الوسطى ويتبناها عدد قليل من الناس، داعيا المرشد إلى تفكيك دوريات الإرشاد بجميع أشكالها، وأن يأمر بشكل حازم لتحديد وكشف وإقالة والتصدي لمرتكبي هذا الحادث الذي وصفه الموقع بالقبيح. أما مسيح مهاجري وهو رئيس تحرير صحيفة جمهوري إسلامي، دعا في افتتاحيته للصحيفة إلى تغيير نظرة المسؤولين إلى الشعب وإلى طريقة الحكم. أما صحيفة كيهان وهي التابعة للمرشد فاعتبرت مقطع الفيديو المنشور للحظة انهيار أميني دليلا على عدم صحة التعذيب. قاتل مهسا کیه؟
لإيضاح الصورة أكثر من دبي، ينضم إلينا الباحث في الشأن الإيراني أستاذ مسعود الفك. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ مسعود في استديو الحدث. وهنا الحديث عن مجموعة من الصحف بين معارضة وما بين الصحف التابعة للدولة تتحدث عن هذا الموضوع. إذا ما استعرضنا ما حدث الآن، كيف تناولت صحف المعارضة بداية هذا التصرف مع أميني؟ تحياتي لك والمشاهدين الكرام. معظم صحف المعارضة، عندما نتحدث عن المعارضة نقصد هنا المعارضة الداخلية التي تختزل في واقع الأمر الحركة الإصلاحية التي هي أحد أجنحة النظام وليست معارضة بمفهوم المعارضة التي تريد إسقاط النظام وتنشط من خارج البلد. أي في هذه الحالة يمكن القول بأن شهد شاهد من أهلها بما حصل لجينا أميني، وأفضل هذا الاسم لأنه اسمها الحقيقي الكردي الذي لم تسمح السلطات باستخدامه في هويتها. لذا جينا أميني تعرضت لهذه المأساة، وفي نفس الوقت حركت الداخل الإيراني قبل أن تحرك الخارج. كثير من المسؤولين حتى الذين هم في البرلمان الإيراني اتخذوا موقف تجاه هذا الحادث وطلبوا من السلطات بأن تتخذ الإجراءات الصارمة لمنع التعامل العنيف مع النساء بسبب ظهور خصلة شعر من تحت ربطة الرأس، وأن يؤدي هذا التصرف إلى وفاة هذه السيدة. هنا الحديث أنه ليست المرة الأولى يمارس هذا العنف ضد النساء، باستشهاد من كثير من المصادر والأماكن التي تتابع بحيثيات كثيرة. أستاذ مسعود، هناك أساليب للتعذيب فاقت فقط إما شد الشعر أو الضرب، بل غرز المسامير في الجبهات، وهنا نتحدث عن ممارسات كثيرة مورست ضد النساء. هل نعتبر أنه الآن هذه بداية ثورة حقيقية أم سينسى الموضوع كسابقه؟ لا لا لا، ليس هذه صورة حقيقية. لا يمكن اعتبار أي صورة أخرى بدلا من الصورة التي نراها ونراها تمثلت في هذا الحادث. طريقة التعامل مع هذه الآنسة كانت طريقة بشعة للغاية. حتى الفيديو الذي بثوه، هذا الفيديو ليس هو الفيديو الحقيقي، لأن والدها وهو أمجد أميني عمل مقابلة مع إحدى الصحف الإيرانية فنيها، قال بأن ابنته لم تعاني من أي مرض، لأنه قالوا كانت في الصغر تعاني من الصرع. قال هي لم تعاني من الصرع ولم تكن لها أمراض في القلب ولم تمرض إلا بسبب بعض الأحيان نزلات البرد. لذا فند روايات السلطة التي تقول بأنها توفت نتيجة تعرضها إلى نوبة قلبية، كما أن الصحيفة التي نشرت التقرير المقابلة معه قالت لديها معلومات عن طريقة التعامل مع جينا أميني عند اغتيالها، إلا أنها لا تستطيع تأكيدها ويمكن تزود السلطات بهذه المعلومات. هذا يعني هذه المعلومات تنفي الرواية الحكومية. لذا الصحيفة خوفا من إغلاقها لم تنشرها، وقالت المسؤولين يمكن تنقل هذه المعلومات لهم. هذه الطريقة في التعامل هي طريقة منتشرة في إيران في التعاطي مع أي احتجاج، التعاطي الأمني، استخدام العنف، القبضة الحديدية في كثير من القضايا في مختلف المدن، في طهران، في الأهواز، في كرمانشاه، في سنندج، في أي مكان. هذا الأسلوب هو الأسلوب المنتشر للأسف الشديد، ولا يوجد أي أسلوب بديل آخر، لأن السلطات ترى بأن الحل الوحيد في مواجهة أي احتجاج هو ضرب ذلك الاحتجاج والتعامل مع المرأة أيضا من هذا المنطلق، لأن هناك نظرة أيضا ربما المرأة في داخل إيران بسبب مطالبها تتحول إلى جبهة تفتح الجبهات الأخرى للمطالب الأخرى داخل المجتمع الإيراني.
طيب يعني هنا الرئيس السابق للبرلمان الإيراني تحدث على أن السلطات تعلم بذلك، وهنا نتحدث عن سلطات يعود لها المواطن لأخذ حقه، ولكنها لا تستطيع التصرف في ظل وجود خامنئي ووجود أوامر تصدر من قبله طوال الوقت بأنه لابد أن تسير الأمور بهذا الاتجاه. إذن الشارع هو سيد الموقف الآن؟ بلا شك الشارع في إيران رغم أنه لم يستطع أن يحقق ما يرنو إليه إلا أنه لم يصمت. هذا الشارع دائما كان ينطلق في مختلف القضايا العامة التي تخص كافة الشعوب الإيرانية، القضايا التي تخص كل شعب على حدة. العرب الأحواز كانت لهم مظاهرات مختلفة لأسباب مختلفة، لأسباب الإعدامات، المياه وقضايا أخرى. الأكراد أنفسهم كانت لهم مظاهرات. طهران نفسها رأت مظاهرات عدة مرات، مظاهرات عارمة كانت تصل إلى الملايين. هذا هو الموقف، ولكن لا توجد آذان صاغية، وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. السلطات بحاجة إلى أن تسمع للمواطنين، بحاجة أن تلبي طلباتهم على أقل تقدير بما تستطيع من، ولكن هي في واقع الأمر تدير ظهرها لكافة المطالب وتعتبر أي مطلب حتى لو كانت قضايا ترتبط بالنساء تعتبر قضايا أمنية يحاول العدو الأجنبي من خلالها إسقاط النظام أو ضرب الأمن القومي للبلد. هذا الأسلوب التعاطي مع القضايا في داخل إيران هو السبب لما رأيناه وتمثل في مقتل هذه الشابة البالغة من العمر 22 سنة فقط. الشكر جزيلا لك على التوضيح من دبي، كنت معنا الباحث في الشأن الإيراني أستاذ مسعود الفك، شكرا جزيلا لك. أعرب أيضا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن استعداد بلاده لتبادل السجناء مع أمريكا سواء أبرم الاتفاق النووي أو بدونه. كنعاني كشف أن الطرفين توصلا إلى اتفاقات مطلوبة بشأن هذا الملف وهو ملف المفاوضات، حث الإدارة الأمريكية على اتخاذ قرار لتنفيذ هذا الاتفاق أو عدمه. وقال كنعاني إن بلاده لن تضحي باستقلالها السياسي من أجل علاقاتها مع أي دولة، جازماً أنها لن تجعلها عرضة أو متأثراً بموقف سياسي لأي جهة أخرى. أوضح كنعاني أيضاً أن الإدارة الأمريكية لا تزال تعرقل مسار الاتفاق واستكماله، لافتاً إلى أن أوروبا وروسيا والصين لن يلعبوا أي دور رادع في حال قبلت واشنطن الاتفاق. استوديو الحدث ما زال مستمر وفيها أيضا بعض الفاصل. مخاوف من انفلات أمني واسع في لبنان وسط تفاقم الأزمات المالية والمعيشية. القوات ينصرحوننا بالهروب حيث أن العربية والأمريكية أول من يدخل هذه المناطق الخطيرة. ليه؟ نبتعد قليلا. أطلق الجيش الروسي هجوما على مصنع أزوفستال الصلب آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في ماريوبل. محاولات كانت موجودة من طرف روسيا وقصف كذلك كان متواصل. روسيا مقررة بأنها سيتم فتح الممرات الإنسانية لخروج المدنيين. حسب الوصف الأوكراني بأن المدنيون محاصرون في ماريوبل. ما هي خطورة تصريحات رئيس مجلس النواب واتهاماته بالتدخل الأمريكي المباشر في الحرب الأوكرانية؟ هذه الحرب ليس من أجل ناتو، هذه حرب توسعية روسية. كل هذه المعلومات هذا من صفة الحرب الإعلامية. القتال في المنطقة ما بين خاركوف وبين إيزوم يستمر. يتحدث زيلينسكي عن هجوم مضاد.
هل يعني نقل ساحة المعركة من الداخل الأوكراني إلى الداخل الروسي؟ كل هذا التوتر ما بين موسكو والدول الغربية وبعض العواصم المنتمية لحلف الناتو، هل يعني بأن باب الحوار بات موصدا بشكل كبير؟ من جديد أهلا بكم. والموضوع الثاني الذي ما زال قائما على حاله حتى اللحظة، في لبنان تبدأ السنة القضائية الجديدة غدا وسط إضراب مستمر للقضاء منذ أكثر من شهر على خلفية أزمات مالية وصحية. إذا اعترض القضاء على معالجة جزئية مطروحة كان يرجى منها زيادة رواتبهم بشكل ملحوظ وبالتالي إنهاء الإضراب المفتوح، غير أن نادي قضاة لبنان أكد أن اجتراح أو اجتزاء حل يشكل إهانة للقضاء بدل إنصافهم وفق تعبيره. أما جمعية المصارف فتبدأ غدا كذلك الإضراب عن العمل لثلاثة أيام، ما سيحرم مئات الآلاف من القدرة على سحب القليل من رواتبهم. إذن زعامة الأحياء سيناريو ما زال مطروح ومتوقع في حال استمرار الأوضاع وإدراكها إلى مستنقع الفوضى. ففي ظل تفاقم الأزمات المالية والمعيشية باتت أيضا المخاوف من انفلات أمني واسع النطاق على الأراضي اللبنانية موجود. حذرت جهات سياسية عدة بينها نواب بقوى التغيير من فوضى قد تعجز القوى الأمنية عن ضبطها، لا سيما أن الأخيرة هي أيضا تعاني ماليا مع تراجع قيمة رواتب عناصرها إلى حدود مقلقة تقدر بنحو 33 دولار شهريا. أضاف نواب التغيير أن هذه المرحلة قد تشهد ما يعرف بالأمن الذاتي وبروز زعماء أحياء والسلاح المتفلت، لافتين إلى أن الحل الوحيد في هذه المرحلة الخطيرة هي تجنب التداعيات ويمكن الإسراع بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وإقرار خطة للتعافي. أما هواجس الفوضى فقد عززتها اقتحامات المودعين المتكررة للمصارف هذا الأسبوع بهدف تحصيل ودائعهم المحتجزة، حيث حملوا أسلحة بلاستيكية أحياناً لبث الرعب في نفوس موظفي البنوك واحتجزوا رهائن أيضاً لنيل أكثر من الفتات الذي تعطيه البنوك لهم. إذن تترافق هذه الظاهرة مع توقعات بازدياد معدلات السلب والسرقة مع ارتفاع سعر الصرف وبلوغه مستويات غير مسبوقة، علماً بأن هذا السيناريو بالفعل قد حذر منه البنك الدولي قبل فترة ووصفه بالأسوأ. يتمثل بفلتان أمني كبير قد ينطلق من مدينة طرابلس ويمتد إلى المخيمات الفلسطينية قبل أن يطال كل المناطق. إذن نحن بحاجة أيضا إلى كثير من التوضيحات، وهنا نتحدث عن شارع مضطرب وشارع يبحث أيضا عن إجابات وعن حلول مسعفة. من دبي ينضم إلينا الدكتور رياض قهوجي الكاتب والباحث في شؤون الأمن والدفاع. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور رياض. دكتور رياض، مجموعة من الأزمات المركبة والمعقدة تمر بها لبنان الآن، وهنا نتحدث عن مصير ينتظر الناس مع سيناريوهات متوقعة أن تعم الفوضى، أن يكون هناك سلاح وسيد الموقف وبالتالي ظهور رؤوس تدير ذلك. كيف يمكن أن يشرح لبنان نفسه في هذا الوضع ويدير أزمته بحكمة؟ يا عزيزتي، لبنان اليوم الطبيعي لم يعد طبيعي. من غير الطبيعي أن تذهب العالم إلى المصارف لأخذ أموالها والمصارف يقول لهم لا أستطيع أن أعطيكم أموالكم، يعني جدا أمر غير طبيعي. وبالتالي بات من الطبيعي أن نشاهد اليوم لبناني يدخل في السلاح للبنك ليأخذ وديعته، ليسترد وديعته، وهذا الشخص يخرج ولا تستطيع الدولة أن تحاسبه، لأن إن ذهبت به للمحكمة عليها أن تأتي بالمصرف وصاحب المصرف أيضا للمحكمة ليبرر لماذا لا يريد أن يعطي. والقضاء في ذاته معطل دكتور رياض، يعني الآن الحديث أيضا عن إضراب القضاء وشكواهم أيضا من الرواتب التي لا تليق بمكانة تعليمهم أو حتى على الأقل إلى ما وصلوا له.
لبنان دولة فاشلة بامتياز، لبنان وضع غير طبيعي، هناك وهم لوجود دولة. سمعت قصة من أحد الأصدقاء سلب منزلها، ذهبت هي للمخفر لتحضر الشرطة للتحقيق، وأعادتهم المخفر لأن الشرطة لا تملك بنزين للسيارة للجيب تبعهم. وبالتالي هذا هو لبنان اليوم يعني، وبالتالي علينا أن نتوقع المزيد من الفوضى، المزيد من الفلات الأمني. عندما يصبح الدولار ب 38 ألف ولا من رقيب ولا من حسيب، وراتب المواطن لا يكفيه ليوم، لماذا نتفاجأ أن المواطن يلجأ لعمال السطو؟ عليه أن يطعم أولاده عائلته. ما هي الخيارات التي أبقتها الدولة أمامه؟ والحكومة والمسؤولين يتصرفون وكأن لا شيء يجري في البلد، وكأن لبنان في بلد طبيعي. هذا الوضع المأساوي في لبنان اليوم ينذر لمزيد من الانهيار والمخاطر الأمنية، ولا أحد يملك جواب. يعني اليوم تسألين أي وزير في الحكومة اللبنانية كيف تنوون أن تتعاملوا مع الوضع، لا يعطيك أي جواب، يعني لا جواب واضح لديه. كيف طيب عليه؟ ويطالبون من القوات الأمنية بحفظ الأمن والسلم المجتمعي، وهنا نتحدث عن هذه الشريحة الكبيرة أيضا، هي أيضا تعاني. يعني رقم 33 دولار كراتب، هل هذا يعقل؟ طبعا لا. ولذلك الجيش اللبناني، قائد الجيش كان يقوم بزيارات للدول يطلب منهم لا ترسلوا سلاح، نطلب منكم أن تستبدلوا السلاح الذي تريد ترسلوه إلينا بأموال أعطيها لكرواتب للضباط، لأموال لأشتري بها طعام لأطعم العناصر عندي، أدوية لأداوي الجنود وعائلاتهم. يعني هذه اليوم المؤسسة العسكرية في لبنان قائمة على أموال من الخارج، تقوم هي بإبقاء شيء من رمز لبنان، من رمز يوحي بأمن في لبنان، في الخدمة بالحد الأدنى من الفعالية حتى الآن. طيب، هذا هو الواقع الحالي في لبنان. يتوقع الآن أن ظل الشارع ضاغط، وهنا نتحدث عن لقمة العيش دكتور رياض، هل من الممكن أن يكون هناك مصارحة وشفافية؟ أين ذهبت أموال المودعين؟ وهنا نتحدث على أنه حتى لو عدنا لما تحدث عنه البنك الدولي أنه هو كساد متعمد، وهي أزمة خانقة تمر بها لبنان. إذن حتى المجتمع الدولي قد لا يمد يد العون ولا يلتفت لما يحدث، لأنه الوضع الداخلي فيه ارتباك، وارتباك شديد، وعدم مصارحة وسوء إدارة كما تحدثت كثير من المصادر. عندما المجتمع الدولي يقول أنه لن يعطي أي شيء مساعدة للدولة اللبنانية طالما لم توقع مع الصندوق النقد الدولي، والصندوق النقد الدولي يقول أنه لن يعطي أي شيء قبل أن يقوم لبنان بتمرير تشريعات للإصلاح وتطبيقها، هذا إقرار من المجتمع الدولي أن القيادة في لبنان هم مجموعة لصوص، هم من سرقوا ودائع، هم من هربوا الأموال إلى خارج لبنان في حساباتهم الخاصة، هذه يعرفها كل لبناني. إنما نريد أداة تقوم بالتنفيذ، بالتنفيذ يعني بوضع لبنان تحت وصايا دولية. لبنان بحاجة إلى أن يكون تحت وصايا دولية، إزالة الحكام الموجودين حالياً ومحاسبتهم، لأنهم جميعاً هم من سرقوا هذه الأموال. جميع اللبنانيين، يعني أي شخص بحكي بلبنان تسأليه اليوم مين أخذ الأموال، بيقلك هود الموجودين بالسلطة، هم من أخذوا الأموال، هم من أخرجوها إلى خارج لبنان، هم وجميع الطاقم ومن ضمنهم حاكم مصرف لبنان هم جزء من هذه المنظومة، يسعون للبقاء في السلطة وللاستمرار في السيطرة على المواضيع ولزيادة أموالهم. يعني هذه هي المشكلة التي يجد فيها اللبناني نفسه اليوم، وبدأ اللبناني يذهب نحو الخطوات
الاكستريم يعني الحد الأقصى منها، أنه يدخل يعني عالم شرفاء تجد نفسها مضطرة لحمل السلاح ودخول إلى البنوك لأخذ مصاريفها لتداوي عوائلها. نعم، كل الشكر لك على التوضيح من دبي. كنت معنا الدكتور إياد قهوجي، الكاتب والباحث في شؤون الأمن والدفاع، شكرا جزيلا لك. شكرا. قبل الانتقال إلى موضوع السودان، نعرض على حضراتكم هذا الفيديو لتظاهرة لطلاب جامعة طهران تنديدا بمقتل الشابة الكردية أميني بعد تعرضها للسجن والتعذيب الذي أفضى إلى الموت. إذن كما تتابعون معنا مشاهدينا الآن، هذه الصور التي تعرض على حضراتكم الآن هي مشاهد لمظاهرة لطلاب جامعة طهران خرجوا يحملون لافتات تندد بمقتل الشابة الكردية أميني. إلى السودان، وهي أزمة أخرى، حيث شن وزير المالية السوداني إبراهيم جبريل هجوماً حاداً على رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان يونيتامس فولكر بيرتس، واصفاً إياه بغير المحايد واتهمه بالتزوير. ما هو بإنسان محايد؟ أنا ما بقول هذا الكلام بصراحة أمام الإعلام، لا أعتقد أنه محايد، وقلت له هذا بصورة مباشرة، لا يظن أحد أنه محايد على الإطلاق في السودان. وبالتالي الوسيط الغير محايد لا يصلح أن يكون وسيطا ابتداء، والناس الأصل في أن يستغنوا عن هذا الوسيط الغير محايد. هذا الكلام قيل له من أطراف مختلفة، ولكن في قدر من تخانة الجلد، وربما لأن الحكاية صاحب مشروع يعني يسعى لتنفيذ هذا المشروع، وبالتالي يتحمل الكلام اللي بيسمعه من أطراف مختلفة. نحن نفتكر أنه أيضا عطينا هذا الرجل أكبر مما يستحق. يعني فولكر موظف في وزارة في الأمم المتحدة، يعتبر سفير، السفراء في العادة حدهم يلاقوا رئيس الدولة عند تقديم أوراق الاعتماد وعند الوداع، أما ما عدا ذلك فيلتقون فقط في أعلى مرتبة بوكيل وزارة الخارجية. الآن الرجل الأبواب مفتوحة له، يلتقي رئيس مجلس السيادة أن شاء، يلتقي أعضاء مجلس السيادة أن شاء، يلتقي الوزراء ورئيس الوزراء أن شاء عندما كان هنالك رئيس للوزراء. أنا أفتكر هذا الترتيب نفسه ضخم من حجم الرجل، وجعله يتصرف وكأنه الآمر والناهي في البلاد. أنا أفتكر الخطأ منا نحن في الدولة أكثر من أنه خطأ منه. كل إنسان مفروض يعامل بقدره ولا يعطى أكثر من حقه، والإنسان أعطي أكثر من حق. أنا كنا متوقعين أنه الأمين العام للأمم المتحدة اتخذ قرار بسحب الرجل حالما تبين أنه زور توقيعات زملائه في الإيجاد وفي الاتحاد الأفريقي. هذا الأمر لم يحدث، ولم يحدث ضغط أيضا من قبل الدولة على الأمم المتحدة لاتخاذ هذا القرار، وبالتالي بقي الرجل يصول ويجول كما يحلو له. وفي عمق الأزمة أيضا، رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر يوسف الدقيق قال إن مواجهة المشروع الانقلابي لا تعتبر مواجهة للمؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن إصلاح لمصلحة المؤسسة. نحن طلاب إصلاح، وبالتالي تصوير الصراع بأنه أي كل من يتحدث أو يعارض الانقلاب باعتبار أنه قادة المؤسسة العسكرية هم الانقلابيين، هم من نفذوا الانقلاب، وده خلاف سياسي معهم، ولازم نواجههم سياسيا، وواجهناهم وحنستمر في مواجهتهم. دي ما مواجهة للمؤسسة العسكرية، دي مواجهة للمشروع الانقلابي ورموزه. ولما نتكلم عن الإصلاح ده من حرص على هذه المؤسسة، نحن نفتكر أنه أكثر ما أضر بالمؤسسة العسكرية هو الانغماس في شؤون الحكم والسياسة لعدة عقود، يعني بيتم اختطافه بواسطة نخبة ممكن نقول عسكر ومدنية،
لأن الانقلابات بتتم بمشاركة أو مباركة من مدنيين. أما شهاب إبراهيم الطيب وهو الناطق الرسمي باسم حزب التحالف الوطني السوداني والقيادي أيضا بقوى الحرية والتغيير المعارضة، اعتبر أن هناك صراعا في أوساط المؤسسة العسكرية وهو ما يعكسه تباين التصريحات بين القيادة العسكرية. أنا أتحدث عن خطورة الخلاف ما بين العسكريين ذات نفسهم. حديث أبو هاجة عطفا على حديث حميتي أمس إنهم هم حيطلعوا ويدوا المدنيين، إنهم يختاروا مجلس سيادة ويختاروا مجلس وزراء، وخلافه من التصريحات في هذا الموضوع جاء بهاجة ونسف كل هذا الحديث بما يؤكد تماما إنه هنالك صراع واضح مش خفي ما بين قادة الانقلاب، ودي بتصعب الوصول لأي حل للأزمة طالما إنه هذا الخلاف موجود ويظهر في كل مرحلة بصورة أعمق. ولكن هؤلاء العسكريين هم الآن الصراع داير بينهم حول مطامع في البغاء في السلطة، وده واضح جدا للشعب السوداني. لكن طال الزمن أو غصر هنالك حراك جماهيري، هنالك ضغط خارجي دبلوماسي، هنالك عملية سياسية نبحث فيها عن توافق، سيسقط هذا الانقلاب ويدحر. ما زال سد الحدث مستمر وفيها أيضا بعض الفاصل. انتهاء الحملة الأمنية التي نفذتها سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي في مخيم الهول. اليوم بمشاقه وصراعاته، وآن للعالم أن يهدأ، لكننا في الواقع لا نهدأ. نبدأ بالصور التي وثقتها كاميرا الحدث. الأحداث لا تهدأ. نريد فقط في البداية بعض التفاصيل والأرقام. وأينما كانت طائرة تركية دون طيار اختفت من سماء أوكرانيا، نكون رغم استمرار الفروق العسكرية الحوثية تجاوز خلافات فتح مطار صنعاء. أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع بقلق التطورات الجارية في ليبيا. واشنطن قلقة من التهديد الذي يمثله الحرس الثوري الإيراني، حيث تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات. هذه المعطيات تذكر بأيام الحرب الباردة. نريد أن نعرف الخطوات أو المراحل المقبلة. الأخبار الليلة يومياً الخامسة بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. إذن مشاهدينا، هنا الموضوع الأكثر خطورة كما يبدو في سوريا، ونتحدث عن مخيم الهول، حيث أعلنت قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي أمس الانتهاء من الحملة الأمنية التي نفذها داخل مخيم الهول والذي يضم عوائل داعش، والتي استمرت 24 يوما في مؤتمر صحفي أكدت سوريا الديمقراطية اعتقالها لعشرات المتطرفين ومصادرة أسلحة داخل المخيم. كشفت العملية الأمنية أيضا وجود خلايا نائمة لتنظيم داعش تعمل على إعداد جيل جديد من المسلحين عبر تلقين فتيان وفتيات أيديولوجية متطرفة، كما أسفرت العملية أيضا عن تحرير فتاتين من الأقلية الأيزيدية تم اقتيادهما من العراق لاستعبادهما جنسيا قبل سنوات. 4 نساء غير أيزيديات تم تقييدهن بالسلاسل وتعذيبهن أيضا. تم تنفيذ العملية
إثر ازدياد عمليات القتل والتعذيب التي نفذتها الخلايا الإرهابية بحق قاطني المخيم. من القامشلي شمال سوريا ينضم إلى المتحدث الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية رام حنا. أهلا ومرحبا بك معنا في استوديو الحدث. وهنا الحديث عن سنوات طويلة داخل مخيم الهول بما يحويه من عدد كبير وليس بقليل من الأسر الموجودة هناك. نتحدث منذ 2019 بدأت بالفعل عمليات إجلاء كثير من الأسر، لكن ما زال يظل بأرقام تقريبية 61 ألف شخص موجودين. هذه العمليات التي قمت بها من مداهمة وتتبع لكثير من الخلايا إن صح التعبير، هل وصلت إلى نتيجة فعلية مرضية بالفعل؟ يعني في البداية تحيه طيبة لكم والسادة المشاهدين جميعا. بالطبع يعني القاصي والداني يعلم يعني ما يجري داخل مخيم الهول وما يحويهم والخطر الذي يشكله ليس فقط على المنطقة بل حتى على المستوى الإقليمي أيضا. يعني من خلال الخطوة الثانية لعملية الإنسانية والأمن استطعنا تنفيذ مهام دقيقة ميدانيا كبحث جماعة خلايا تنظيم داعش الإرهابي وأفرادهم أيضا، واستطعنا خفض تصاعد النشاط الإرهابي المتلاحق بفضل يعني ضربات وحدات مكافحة الإرهاب التي يعني من خلالها القينا قبض على مئات الإرهابيين، يعني وصلوا حتى 226 فردا من خلايا تنظيم داعش بينهم 36 يعني امرأة ثبت مشاركتهن في تنفيذ الجرائم وعمليات القتل. يعني نحن نقول بأن من خلال العمليات استطعنا تشفيف أيضا مصادر تمويل هؤلاء الخلايا وضبط الأسلحة التي يستخدموها في يعني في تنفيذ مخططاتهم وجرائمهم، ولكن لا يعني نحن بعيدون عن الوصول إلى الهدف الحقيقي والأساسي لقواتنا الذي يتمحور حول القضاء النهائي على تنظيم داعش الإرهابي والتطرف والتشدد. طيب القوات المدعومة الآن من الولايات المتحدة قد تشكل الآن عامل مساعدة، ستستمر في البحث، خاصة هنا نتحدث عن أساليب في التعذيب بشعة إن صح التعبير في ذلك، ودفن الجثث داخل أنابيب الصرف، وهنا نتحدث عن آثار تعذيب تظهر على هذه الجثث. كيف يمكن الحديث أنه بالفعل جزء من السيطرة أو حتى رصد مواقع من يعبثون هناك؟ يعني الشيء المهم هو يعني تسليط الضوء على ما تفضلت به، وهي يعني قوات سوريا الديمقراطية هي قوات شرعية وطنية سورية تستمد يعني كل دعمها من شعب المنطقة ومكونات شمال شرق سوريا. بالطبع يعني نحن لن نتوانى ولن نتخلى عن مسؤولية حماية أهلنا، وسوف تستمر عملياتنا بشكل متسلسل ومتتابع حتى الوصول الى القضاء النهائي على الارهاب والتطرف ضمن مناطقنا، ولكن يعني هذا الشيء مستبعد خلال الظروف التي تهيمن على المنطقه وتسود في عموم يعني سوريا. يعني هناك عده ظروف داعمه للنشاط الارهابي ولتنظيم داعش الارهابي ايضا. نحن يعني نسلط الضوء على المناطق المحتله في الشمال السوري التي يستخدمها الارهابيون بشكل يعني مفتوح وعلني ودون حسيب او رقيب. اليوم نتحدث عن تنظيمات ارهابيه يعني حتى من غير طيب ما هي الظروف التي تعيقكم؟ حضرتك أشرت إلى أن هناك ظروف وذكرت أكثر مرة، ما هي الظروف التي تعيقكم من استكمال هذه العمليات؟ بش
بشكل اساسي يعني تحدث عن مساله المناطق المحتله التي يستخدمها الارهابيون في التخطيط والتجنيد ونقل الدعم ايضا من يعني من تلك المناطق نحو يعني نحو مدننا ومناطقنا الامنه وتنفيذ مخططات المعاديه لنا. يعني خلال السنين الماضيه اثبتنا وبالادله القاطعه ووثقنا بام عيوننا الدعم الذي تلقاه الارهابيين والتنظيمات بمختلف اسمائها من السلطات التركيه، حيث استخدمت دبابات تنظيم داعش الارهابي البوابات الحدوديه في اثناء حرب يعني مقاومتنا في لبنان 2014 كما يحصل اليوم تماما. اليوم الاعترافات وكل الدلائل تشير الى ضلوع جهات اقليميه في دعم نشاط خلايا داعش، وهذا ما نصرح عنه وما نشير اليه في كل مناسبه، اضافه الى ضعف التعاون الدولي وعدم وجود مبادره يعني جاده يعني تهدف الى ايجاد حل حقيقي ليس فقط لمعضله مخيم الهول بل لكل المشهد الذي يحتاج الى يعني جهود دوليه تبذل في اطار حل عده مشاكل، منها يعني نقطة المخصصة بالمخيمات مثل الهول وغيرها. الشكر الجزيل لك على التوضيح، كنت معنا المتحدث الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية أرقام حنا، شكرا جزيلا لك. وإلى العراق، حيث سمحت السلطات العراقية للسياح المحليين والأجانب بزيارة مدينة الحضر التاريخية جنوب غرب الموصل، والتي يعود تاريخها إلى القرنين الثاني والثالث قبل الميلاد. الحدث وثقت أول سفرة سياحية لهذا الصرح التاريخي الذي حوله أيضا تنظيم داعش إلى معسكر للتدريب لعامين متتاليين قبل طرده من المدينة. بعد أن استخدم تنظيم داعش كقاعدة تدريب عسكرية لمدة عامين وألحق بها أضرارا جسيمة، عالت مدينة الحضر الأثرية شمالي العراق لاستقبال السياح، وذلك بعد 5 سنوات من دحر التنظيم الإرهابي. استقطبنا العديد من السياح الأجانب خلال الفترة الماضية ومن بلدان مختلفة. اليوم أيضا نعمل على الجروبات السياحية خارج مدينة الموصل وبالتحديد مدينة الحضر الأثرية، واليوم إن شاء الله في على مدينة النمرود وعدة مواقع. مدينة الحضر الأثري التي يعود تاريخها إلى القرنين الثاني والثالث قبل الميلاد كانت مركزا دينيا وتجاريا مهما، وكانت تضم تحصينات ومعابد استثنائية تعكس مزيجا من الطرز المعمارية اليونانية والرومانية والزخارف الشرقية، وقد شهدت عملية إحياء منذ إضافتها إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي. يعني مدينة الحضر من الأماكن والمواقع المهمة في محافظة نينوى، تبعد 80 كيلو عن مدينة الموصل، هي مهمة جدا لجذب السياح ولقربها من مدينة الموصل وللجانب المعماري والجانب الآثاري والتراثي لهذه المملكة التي تقع بين دجلة والفرات. على الرغم من مرور 5 سنوات على طي صفحة تنظيم داعش في محافظة نينوى، إلا أن السياحة ونشاطها ظهر خجولين حتى الآن بسبب بطء عمليات إعادة الإعمار في مدن هذه المحافظة. من الموصل، أحمد الحمداني، الحدث. إذن يتوقع أن تكون جنازة الملكة إليزابيث هي أضخم جنازة دولة وأكثرها تكلفة في تاريخ بريطانيا، تشمل مواكب ومآدب وطقوس هائلة ستغطيها الدولة في وقت يواجه فيه البريطانيون أزمة تفاقم معيشتهم بسبب الأسعار المرتفعة. جنازة ملكية بهذه الدقة والترتيب والضخامة لها ثمن، صحيح أنه وقت حداد ولكن للأحزان ثمنا أيضا، فجنازة الدولة للملكة إليزابيث الثانية ستكلف دافع الضرائب ملايين الجنيهات وربما المليارات إذا أضيفت التكلفة الاقتصادية للعطلة الرسمية يوم تشييعها ومعها الترتيبات الأمنية والتنظيمية. ومع ذلك
كثر يدافعون. لقد خدمتنا حتى النهاية وجلبت لنا المال الكثير إلى البلد، وحتى بعد مماتها هناك جماهير الناس وجميعهم ينفقون الأموال. أعتقد أن ما تجلبه العائلة الملكة من السياحة والمال الناتج عن ذلك لا يكاد يذكر، أكثر من 70 عاماً من الخدمة، وأعتقد أن جنازتها تستحق كل بنس، وهذا أقل ما يمكننا فعله. أعتقد منح عطلة ليتابع الجميع جنازتها على التلفاز، فهي تستحق كل بنس. في مقابل هؤلاء تعترض الفئات الضعيفة على صرف الأموال الطائلة على الجنازة مع إغلاق بنوك الطعام التي تؤمن الغذاء للأشد فقراً، خاصة وسط أزمة غلاء غير مسبوقة منذ عقود وارتفاع قياسي في فواتير الطاقة سيكلف الحكومة أكثر من 100 مليار جنيه لتجميدها. لم يسألوني أبداً ما إذا كنت أرغب بتمويل الجنازة، لذا فأنا لا أوافق عليها. شخصياً لا أعتقد أنها ضرورة حقاً، لأنه من الواضح أن الجنازة مكلفة مالياً في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة، وكثير من زملائي يعانون. بريطانيا لم تشهد جنازة دولة بهذا الحجم منذ 70 عاماً، وبعض التقديرات تذهب إلى أن يوم العطلة بمفرده قد يكلف البلاد أكثر من 2 مليار جنيه. كم هي تكلفة جنازة الملكة إليزابيث الثانية؟ من الصعب الإجابة على هذا السؤال الآن، لابد أننا نتحدث عن إنفاق هائل قد يصل إلى 2 مليارات جنيهات، خاصة إذا شمل التغييرات التي ستشهدها العملة والطوابع وصناديق البريد والأختام وغيرها. فصورة الملكة أصبحت من التاريخ، والزمن الآن هو زمن الملك تشارلز الثالث. مصطفى زارو، الحدث، لندن. يبقى معنا أيضا من لندن مراسل الحدث الزميل مصطفى زارو. أهلا ومرحبا بك مصطفى في استوديو الحدث. وهنا الحديث عن امتعاض لكثير من الفئات التي دخلها ضعيف في بريطانيا، وهنا الحديث عن تكلفة وصفت بأنها أعلى تكلفة منذ عقد كبير. هل يمكن الحديث الآن بأنه هذه الأزمة قد تفتح باب على بريطانيا بشكل مختلف؟ لم ترصد إلى الآن كم سيصرف على هذه الجنازة، ولكن لها انعكاسات في الداخل. من دون شك، خصوصا وأن الحكومة أعلنت أنها ستقدم مساعدات مالية للناس، خاصة من يعانون من غلاء المعيشة والفئات الضعيفة، ولكن بسبب وفاة الملكة إليزابيث تم تأجيل جلسات البرلمان التي كان يفترض أن تعقد من يعني هذا الأسبوع الماضي، ولكن الجلسات معلقة وستستأنف الجلسات مرة ثانية ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، أي بعد الجنازة، مراسم الجنازة غدا ودفن الملكة في قلعة وينزر. الكل يتحدث عن كيف يعني يمكن للحكومة أن تقدم مساعدات لهؤلاء الذين هم في أمس الحاجة إليها، وخاصة وأن رئيسة الوزراء خلال حملتها الانتخابية وعدت بإلغاء بعض الضرائب، بالإضافة إلى تقديم مساعدات يعني فورا لهؤلاء الذين يعانون من خاصة من ارتفاع أسعار الطاقة. ولكن نحن بانتظار تفاصيل، يتوقع في يوم يعني نهاية الأسبوع المقبل أن يكشف وزير الخزانة المالية عن ميزانية خاصة ستتطرق إلى نوعية المساعدة وحجم المساعدة التي ستقدمها الحكومة، وينتظر أن تصل إلى المليارات. هناك من توقع بأن فقط بتجميد أسعار الطاقة لما كانت عليه يعني قبل أن تعلن المنظم لأسعار الطاقة بأنها سترتفع 80%، أي ما يقارب من 3549، ولكن هذا المبلغ سيتم تحديده في حدود 2500 جنيه استرليني يعني كأقصى حد لكل أسرة. ولكن بالطبع التفاصيل الكاملة غير معروفة، ولربما سنتعرف على المزيد منها خلال كلمة وزير الخزانة المالية عن هذه الميزانية التي يتم مناقشتها وأيضا التصويت عليها قبل اعتماد المساعدات الحكومية.
مصطفى، يعني وجب الإشارة أيضا إلى أنه تكلفة هذه الجنازة سيكون لها انعكاس مباشر على الضرائب، وهنا نتحدث عن جنازة الدولة بهذه الكلفة الكبيرة، ستكلف دافعي الضرائب ملايين الجنيهات وربما المليارات إذا أضيفت التكلفة الاقتصادية للعطلة الرسمية. كيف يمكن توصيف ذلك دون ذكر أرقام، لكن تقديريا حتى كيف نشرح الوضع لمن يتابع؟ يعني آخر جنازة للملكة مسألة التأمين فقط يعني كلفت أقل من مليون جنيه استرليني، هذا فقط الجانب الأمني لتأمين مراسم جنازة للملكة الأم، وكانت عام 2002. لكن بالنسبة لي يعني منح عطلة رسمية، يعني هناك من يتحدث من مليار و400 مليون إلى 3 مليارات و500 مليون لليوم الواحد. لكن بالنسبة لجنازة الدولة يعني هناك من يتحدث عن 4 ملايين على الأقل، لكن جنازة الملكة ستكون أكثر بذلك. وبالتالي تقديرات لبعض المحللين تشير إلى أن ربما ستكون في حدود 5 مليارات، هذا مبلغ ضخم في وقت يعني تعاني فيه البلد من أشد ارتفاع نسبة التضخم، ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وخاصة وأن هناك مشكلة مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق ببروتوكول إيرلندا الشمالية. كل هذه المشاكل يعني تزيد من الضغط على الحكومة، تزيد من المطالبة من قبل عامة الشعب، وخاصة أولئك الذين يعانون من هذا الارتفاع الغير مسبوق. وبنسبة التضخم وصلت إلى أكثر من 10.6%، وهناك توقعات بأن تتجاوز حتى 18% أو حتى أكثر بحسب بعض آخر يعني التقديرات العام المقبل. وهذا يعني لا شك أنه يزيد من الضغط على الحكومة، وأيضا من تغيير أسلوب المعيشة وتخفيض تكاليفها من قبل الأسر. هناك الآن من يتحدث عن أنه يختار بين التدفئة وإطعام يعني الأفواه للأطفال، وهذا في الحقيقة لم نشهده من قبل، وحتى وإن كانت من قبل خلال الحرب العالمية الثانية، ولكن لم يكن بهذا المستوى. المستوى الآن هو يعني تراجع بشكل كبير، ويتوقع أن يزيد بسبب الحرب المتواصلة في أوكرانيا، وأيضا أسعار الطاقة سترتفع. لكن في الوقت الحالي تريد أن تحصر الحكومة هذا الارتفاع وتمنح بعض الفرصة للأسر للتجاوب وأيضا لمعايشة هذه الأسعار المرتفعة في الآونة الأخيرة. والأرقام تقول الكثير من لندن. شكرا لك مراسل الحدث الزميل مصطفى زارو. شكرا مصطفى. ذكرت الأرصاد الجوية الأمريكية أن عاصفة قوية تسببت في فيضانات نادرة أدت إلى جرف منازل غرب ألاسكا، محذرة من أن الفيضانات ستزداد من شدتها خلال عطلة نهاية الأسبوع.
إذن مشاهدينا الساعة الأولى انتهت، والساعة الثانية قادمة بملفات أخرى. الوجع لا يعرف هوية، الموت ليس له بوصلة، والحروب لا تترك خلفها إلا القصص، وأناسا بلا عناوين. حضر نفس الشخص اللي وصلنا إلى آصف شوكت من دخولنا إلى سوريا، قال أركب بالسيارة، عندهم سيارة راح نوصلك إلى طريق المهربين. من كان معك من كبار المسؤولين؟ وزير التجارة العراقي الأسبق الدكتور محمد مهدي صالح الراوي. نزلنا على الأراضي العراقية، سلمني تسليم إلى 7 جنود أمريكان، قالوا لي ستوب. معلومات تكشف لأول مرة. حطوا على الزنازين مالتنا، حطوا عليها ستار تمييزا لبقية المعتقلين. أسمعوا الذبط جسديا. الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. أشير للعاجل البرهان لا مزايدة على الأهداف الوطنية للمنظومة الأمنية. العنوان الرئيسي لهذه العملية السياسية وهو إنهاء حالة الانقلاب الحالية. طيب كيف يمكن الوصول إلى حل وسط بين هذين الفريقين؟ فريق يتهم الآخر بالانقلاب وفريق آخر يقول إنه ليس انقلاب. ذا جانب من التظاهرات التي بدأت منذ الساعة 1 بتوقيت الخرطوم، وهنالك أيضا تحرك على الجانب العسكري. هذا الشارع على الأقل لا ينتمي إلى أي جهة. المشهد السياسي تماما كما تراه الآن على الشاشات. المتظاهرون اختفوا محمد. هي تطالب بترحي المكون العسكري عن السلطة، تطالب بمدنية الدولة. تظاهرات لا جدوى منها. هل هناك مؤشرات على الأرض تقول بأنه سيكون هناك تعاطي مختلف مع هذا الوضع في السودان؟ الحرية والتغيير لا تبيع الحلم. قابلتم نفس الشخصيات، يعني ثلاثية المكون العسكري، ما الجديد إذن؟ التقينا بعض الفتيات من اللواتي، يعني من اللواتي. ماذا يحدث؟ لا لا لا، يقومون بضرب المصور. نحن مضطرون تهاني لإخلاء المكان. أتمنى أن تكوني تسمعين كريستيان الآن. تهاني، دخلوا إلينا إلى السيارة وهم يحملون السلاح. من منعكم من التصوير؟ قتلى واشتباكات مسلحة ودوي انفجار شرق العاصمة وحظر للتجوال وانتشار أمني كبير. هذه الصورة المصغرة لمشهد انفلات كبير عاشه العراق اليوم. عند هذا سيحرق الأخضر واليابس. وللأسف وصلنا إلى هذه المرحلة التي لا يمكن العودة عن نتائجها. قتل 20 شخصا على الأقل في الاشتباكات التي دارت اليوم في المنطقة الخضراء. من بغداد معي ماجد حميد مراسل الحدث. ما زال يتظاهر المئات بل الآلاف من المناصرين التيار الصدري. نحن في متابعة مستمرة معكم مشاهدينا وعلى مدار الساعة بمراسلين موجودين على الأرض ينقلون الصورة. نحن بالقرب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. إذن معكم هذه التغطية المفتوحة والمستمرة لتطورات الأحداث في المشهد العراقي. وعلينا الإقرار لأن المنظومة السياسية والمؤسسات الدستورية عجزت عن تفادي ما حصل. عالمنا في تحول دائم، تتغير المعطيات فتختلف النتائج.
نصبح على حدث ونمسي على آخر. ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة. من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك، حتى تقوم بالقرار السليم، عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث. الرئيس السابق للبرلمان الإيراني ينتقد المرشد من إقامته الجبرية ويتهمه بالتسبب بسوء معاملة النساء. آليات منهوبة وسكان غاضبون، استعراضات ميليشيا الحوثي تجدد رسائل الحرب خلال الهدنة. سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي يعلنان انتهاء الحملة الأمنية في الهول وضبط خلايا داعشية نائمة. مكافحة الإرهاب في تونس تستدعي الغنوشي وقياديان بالنهضة كمتهمين في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر. بسبب الحرب في أوكرانيا، فراغ الروسي في سوريا يفتح باب السباق بين إيران وإسرائيل. مجددا مشاهدينا، الساعة الثانية من الحدث، وهنا البداية من اليمن، حيث يتلقف اليمنيون عروض ميليشيات الحوثي العسكرية بغضب كبير، لا سيما مع تزايد رقعة الفقر وانعدام سبل المعيشة. إذ نظمت الميليشيات على مدى الأسابيع الماضية احتفالات لتخرج دفعات من مقاتليها في محافظات متفرقة واقعة تحت سيطرتها. ترافق ذلك مع عروض عسكرية شملت آليات ومعدات عسكرية منهوبة من معسكرات الدولة. بحسب الشرق الأوسط، بدأت الميليشيات بحشد مجنديها من أكثر من 4 محافظات خاضعة لها قبل أسبوع ونصف، لافتة إلى أن القيادات الحوثية حثت أتباعها على إقناع السكان بتقييد أسمائهم للمشاركة ليوم واحد في العرض مقابل امتيازات ومكافآت مالية. كما أغلقت الميليشيات الشوارع المؤدية إلى ميدان 70، ما تسبب في زحمة خانقة وإعاقة حركة السير. يواصل الحوثيون اختلاق أزمات كثيرة ومتعددة لمشتقات نفطية بهدف بيع مخزونهم المكدس في السوق السوداء بأسعار خيالية لتغطية نفقات الاستعراض. هذا ووصف سياسيون في صنعاء التصعيد الحالي للميليشيات بالعدائي وبرسالة واضحة بعدم وجود نية للسلام لديهم. أما وزير الإعلام اليمني فقال إن زيارات قيادات ميليشيات الحوثي إلى طهران والضاحية الجنوبية في لبنان واللقاءات برموز ما وصفها بمحور الشر الإيراني جاء لتلقي توجيهات بخصوص موقفها من الهدنة، ما يؤكد من جديد وفق الوزير عدم امتلاك الميليشيات قرار الحرب والسلم وتحركها كأداة لتنفيذ الأجندة الإيرانية في المنطقة، مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثي تواصل تكريس تبعيتها وانقيادها الأعمى خلف نظام إيران وتنفيذ مخططها التوسعي. من مأرب ينضم إلينا مدير عام حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء أستاذ فهمي الزبيري. أهلا ومرحبا بك معنا في استوديو الحدث أستاذ فهمي. أستاذ فهمي، ليست المرة الأولى تقام فيها هذه العروض والاستعراضات، وهنا وجب الإشارة على أنه كما قال الخبر أيضا ورصدت بالتقارير أنه تسجيل أسماء الناس وبالتالي ظهور أعداد كبيرة وأن لهم عدد من المجندين الكثر، وهنا الحديث عن مصاريف أكثر وأكثر في حين لا رواتب ولا حياة معيشية ولا اقتصاد، وهنا العنوان الأبرز هو الجوع. كيف يوصف ما يحدث الآن؟ أسعد الله مساءكم دكتورة أسماء والمشاهدين الكرام. حقيقة اليوم بعد 6 أشهر من إعلان الهدنة الأممية، بدلا عن تذهب
الأموال التي تجنيها هذه الميليشيات من ميناء الحديدة ومن الضرائب ومن الجمارك ومن الإتاوات ومن يعني ما تحصل عليه، والذي تستطيع من خلالها أن تغطي يعني مرتبات لجميع الموظفين مدنيين وعسكريين، راحت وذهبت إلى القيام باستعراضات عسكرية من مقدرات و يعني آليات الدولة التي نهبتها والتي تستخدمها في الحرب ضد اليمنيين. أما بالنسبة للمخزون البشري هم 80% في تحت مناطق سيطرة الحوثي. اليوم هم ليس فقط تسجيل أسماء، هم الآن يقومون باختطاف الناس من الطرقات من الشوارع والذهاب بهم إلى هذه الاستعراضات بحسب ما وصلنا من بلاغات من داخل العاصمة صنعاء. اليوم يقومون بأخذ الأطفال أيضا من المدارس، هناك عملية تحشيد للاستقواء يريدون، وهذا يعد دليل ضعف أيضا لأنهم يريدون أن يظهرون أمام العالم بأنهم قوة موجودة وهم ليس لهم أي وجود داخل الشارع. هناك سخط شعبي وغضب واسع ضد هذه الميليشيات، ولو كانت لديها قوة يعني بشرية بالفعل لذهبت إلى الانتخابات وإلى الديمقراطية وإلى يعني إلى السلام، لكن هذه رسائل تبعثها تؤكد ما يتردد بأنهم بعيدين تماما عن السلام. إذا ما أخذناها من الجانب السياسي وانعكاساته قبل الحديث أيضا عن مجموعة الأزمات التي تصطنعها هذه الميليشيات بتكديس المشتقات النفطية، الجانب السياسي الآن وارتباط هذه العروض، وهنا نتحدث عن أكثر من محافظة تسيطر عليها، ميليشيات الحوثي تقوم بعروض فيها آخرها محافظة صنعاء أو العاصمة صنعاء، ارتباطها ودلالات الزيارة إلى طهران وإلى الضاحية الجنوبية، هنا الحديث على أنه هنا القرار ينبع من مركزية صناعة القرار. أستاذ فهمي، هناك تصريحات لقيادة إيرانية تقول بأن هذه الميليشيات مجرد أداة وأنهم يسيطرون على البحر الأحمر، هم ينفذون أجندات فقط هذه الميليشيات ليس إلا. أما بالنسبة لهذه الاستعراضات هم الآن يهربون من الواقع، الناس الآن في ظل الهدنة ستة أشهر اليوم، بدلا أن يذهبوا إلى صرف المرتبات وإلى يعني تحسين معيشة الناس وإلى صرف العلاوات والفوارق التي نهبوها من الصناديق من البنك المركزي ومن صندوق التقاعد ومن غيرهم، مليارات قاموا بنهبها، اليوم يتهربون ويتملصون من هذه الاستحقاقات الذي يجب أن تصرف للناس وللمواطنين وللموظفين بالقيام بافتعال هذه الأزمات مثل المشتقات النفطية. واليوم يعني المولد النبوي اليوم يقومون بجبايات بمليارات يجنونها من التجار ومن رجال الأعمال ومن المؤسسات ومن الشركات وأيضا أصحاب البساطات العادية. هذه الجماعة هي فقط جماعة نهب وسلب ولصوصية ضد أبناء اليمن، وأبناء اليمن يدركون ذلك جيدا ما تقوم به هذه الميليشيات من انتهاكات ضد حقوق الناس. نعم. طيب في ظل هذه الأزمة المعيشية الخانقة لم يكن عنوانها هو الجوع والتجويع أستاذ فهمي، وهنا نتحدث عن مجموعة كبيرة وشريحة كبيرة تعاني، الناس ما هي ردود فعلها؟ هل تكشف هذا المشروع بالفعل الآن أمام الناس؟ يعني هل ما زال هناك أحد يختلف على ممارسات ميليشيات الحوثي مع الناس؟ أختي أسماء، اليوم الناس يعني يموتون الجوع داخل صنعاء، بينما قيادات ميليشيا الحوثي اليوم يبنون إمبراطوريات اقتصادية، اليوم هنا يشيدون العمارات الشاهقة، أناس جاءوا من صعدة وهم يعني لا يمتلكون قوت يومهم، اليوم يمتلكون المليارات والشركات والسيارات الفارهة، بينما الشعب يموت جوع. هم جاءوا رافعين لافتة يعني عجبت لمن بات جائع عن ولا يملك قوت يومه ولم يخرج شاهرا سيفه، خرجوا تحت لافتة 500 ريال الجرعة التي الزيادة في المشتقات النفطية، واليوم يبيعون يعني الدب البترول
بالعشرين اللتر بأكثر من 20,000 ريال، يعني الناس يعني يدركون جيدا كشفت هذه الجماعة وكشفت أجندتها وما تقوم به، وهناك عملية قمع واسعة، هناك عملية اختطافات، لأنه الآن لا توجد الشماعة، شماعة ما يسمونه بالعدوان والضرب الطيران وغيره من الشماعات التي كانوا يرددونها. اليوم انتهت هذه الشماعة 6 أشهر ولا يوجد أي قصف، لا يوجد أي إطلاق نار في ضد الحوثيين. اليوم ماذا قدموا للمواطن داخل صنعاء وفي مناطق سيطرتهم سوى زيادة القمع ونهب الأراضي؟ هذه الهدنة للأسف الشديد يعني كانت رد، كانت يعني نستطيع أن نقول بأنها ضاعفت المعاناة لمن هم تحت سيطرة الحوثيين للمواطنين من نهب للأراضي ونهب للممتلكات وقمع واختطافات وقتل خارج نطاق القانون وتعذيب. قبل أيام هناك 2 من المختطفين ومن الأسرى قاموا بتعذيبهم حتى الموت، عملية اختطاف واسعة داخل صنعاء، نهب للأراضي في صنعاء وفي الحديدة في بيت الفقيه عمليات نهب واسعة. يعني الجميع شاهد أيضا بالدليل في الفيديوهات التي تداولتها جميع وسائل الإعلام ما تقوم به هذه الميليشيات. هذه الهدنة استغلتها بالسياط وبمزيد من القوة ومن البطش ضد المواطنين في مناطق سيطرتها. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذا التوضيح، كنت معنا من مأرب مدير عام حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء أستاذ فهمي الزبيري، شكرا لك. وإلى موضوع آخر، حيث أعلنت الحكومة الهولندية تقديم 7,500,000 دولار لدعم خطة الأمم المتحدة لتجنب حدوث تسرب نفطي من خزان صافر الراسي قبالة ميناء الحديدة في اليمن. بهذا التمويل يصل المبلغ الذي جمعته الأمم المتحدة لتفريغ صافر إلى 80,000,000 دولار. تبلغ كمية النفط الذي يحمله الخزان أكثر من 1,000,000 برميل من النفط، وتقضي خطة الأمم المتحدة بنقل النفط إلى سفينة مؤقتة آمنة ثم ترتيب تخزين بديل طويل الأجل. تحتاج العملية بأكملها إلى 144,000,000 دولار. أما لبنان ومؤسس فرقة مياس التي منحت اللبنانيين جرعة أمل بفوزها في أمريكا جوت تالنت، هاجم الطبقة السياسية في بلاده، داعيا منذ لحظة وصوله إلى بيروت إلى قيام ثورة في لبنان. For the politicians، شو بدي أقول لهم؟ بدي أقول لهم أنه نحن منا بحاجة لكم، نحن كمياس قدرنا نعلي اسم لبنان بليكم. انتوا اللي عليكم تعملوه انه تطعموا العالم الجوعانة، تجيبوا كهرباء على لبنان، كله هالبلد 10,000 كيلومتر مربع ما قادرين نزبطوا. نحن كفنانين عم نعمل ثورة فنية، شوفوا شغلكم، بلد 10,000 كيلومتر ما قادرين تعملوا فين، اقعدوا على جنب، جيبوا حدا يعمل. لازم يكسروا البلد كلها، لازم يكسروا يقوموا البلد فوقانا تحتين، يقلبوا الطاولات على راس كل السياسيين. استوديو الحدث مستمر وفيها أيضا بعض الفاصل. التحقيق مع الغنوشي وقيادي آخر في النهضة غدا في ملف تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر. هناك ضربات أمريكية على هذا الفصيل. قضية سداح مداح، ورح نرجع للفوضى والديكتاتوريات والأمور الأخرى. مش هنقدر نخليها تمر هذه الكلمة مرور الكرام. إيران فيها مشاكل عدة، وهنا نتحدث أن العراق يقع بين نارين، نار الميليشيات ونار داعش. نحن في بلد الغرائب والعجائب في لبنان. أنا شاعر، بيتي شاعر، العالم كله شاعر. ما صرف اليوم من أموال في البنبان هو قمع لحرية الشعب السوداني، والثورة مستمرة.
جلسة مشاورات جديدة بين الحكومة والاتحاد العام للشغل. على الحكومة أن تتفهم المطالب المشروعة والواقعية التي قدمها الاتحاد العام التونسي للشغل. اليوم على الحكومة أن تصارح الشعب التونسي بحقيقة أوضاعه وبحقيقة ما وصل إليه الوضع الاقتصادي والمالي. لمحت زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمقاطعة الانتخابات التشريعية. ما هي الخطوة الأولى التي سيبدأ بها الرئيس التونسي؟ قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بدعوة قائد جبهة البوليساريو إلى تونس لحضور هذه القمة. ما الأسباب الممكنة لهذه الخطوة التونسية؟ هناك يعني اتفاق مسبق وخاصة في القمم الإفريقية اليابانية بأنه لن يتم استدعاء يعني جبهة البوليساريو. المسألة ليست من تنظيم تونس لوحدها، بل هي من تنظيم تونس إلى جانب فلة من الدول والزعماء الإفريقيين. نتحدث عن أزمة قابلة للاحتواء أم ممكن أن تتطور الآن بين تونس والمغرب؟ أهلا من جديد، وهنا الحديث عن تونس وما تحمله الأخبار لتونس. أفادت مصادر الحدث بأن الوحدة الأمنية لمكافحة الإرهاب بالعاصمة التونسية استدعت كل من رئيس النهضة راشد الغنوشي والقيادي بالحركة علي العريض للتحقيق معهما كمتهمين في ملف تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر. المصدر قال إنه تم تحديد يوم الاثنين للتحقيق مع الغنوشي في تهم منسوبة له في ملف التسفير، وأبلغ الغنوشي رويترز بأنه سيمثل أمام تحقيق للشرطة، مضيفا أن ليس له أي علم ما هو السبب. في السياق، أدانت النيابة العمومية لمكافحة الإرهاب في تونس بإبقاء التحفظ على الناطق الرسمي السابق لتنظيم أنصار الشريعة المحظور سيف الدين الرئيس، إلى جانب قيادي بارز آخر في التنظيم ذاته على ذمة القضية المتعلقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب، حيث يتعلق ملف القضية بدعوى رفعتها النائبة السابقة فاطمة المزدي منذ سنة 21 حول شبكات التسفير. إذن هل كانت حركة النهضة وزعيم حركة النهضة، وهنا الحديث عن تفاصيل كثيرة ربما المشاهد بحاجة إلى معرفتها، ما هي بؤر الإرهاب وراء تسفير الشباب إلى هذه البؤر؟ هذا ما سيجيب عنه راشد الغنوشي أمام قضاة التحقيق في تونس غدا. وقوف الغنوشي أمام القضاء كان نتيجة لتردد اسمه كثيرا في تحقيقات مع قيادات إخوانية جرى توقيفها منذ نهاية شهر أغسطس الماضي، لكن هذه المرة لن يكون الغنوشي وحده، فنائبه علي العريض وكذلك القيادي بالحركة نور الدين البحيري هما أيضا معنيان بهذه القضية. كانت السلطات التونسية قد أغلقت الكثير أو اعتقلت الكثير من الأسماء الإخوانية البارزة مثل الوزير الأسبق نور الدين الخادمي والقيادي الحبيب اللوز وفتحي البلدي وغيرهم. حركة النهضة أبان حكمها لعبت أيضا دورا رئيسيا في تسهيل عبور الإرهابيين من مطار قرطاج إلى مناطق النزاع، فضلا عن تورطها بسحب شهادات أمنيين في تدريب عدد من الشباب على استعمال الأسلحة في 3 مراكز تابعة أيضا لوزارة الداخلية. كما ترددت اتهامات لشركة سيفاكس للطيران بالتواطؤ مع حركة النهضة في تمرير حقائب تحمل أموال مشبوهة وتهريبها نحو الخارج، كذلك تسفير الشباب التونسي إلى ليبيا ومنها ثم إلى تركيا، ومنها يتم إدخالهم عبر الحدود البرية إلى سوريا بالأساس، ومنهم من يواصلون الطريق نحو العراق. لكن شركة سيفاكس تقول إنها مثل كل شركات الطيران في تونس وخارج تونس كانت مهتمة فقط ببيع التذاكر، بينما مهمة مراقبة المسافرين هي مهمة وزارة الداخلية. إذن للحديث أكثر عن هذه التفاصيل، وهنا نتحدث مع ضيفنا عن ما هي بؤر الإرهاب التي سافر إليها الشباب ومن ساعدهم على ذلك، وهل هذه الأدلة بالفعل تثبت التورط، إلينا القانوني ينضم إلينا من تونس القانوني والمحلل السياسي أستاذ عبد الحميد بن مصباح. أهلا ومرحبا بك
أستاذ عبد الحميد. أستاذ عبد الحميد، يعني كثير من التهم الموجهة، وهنا نتحدث عن عدد كبير وليس بقليل، لكن أن تفتح هذه الملفات في هذا التوقيت ويستدعى الغنوشي وقيادي أيضا وهو نائبه، وهنا نتحدث عن النائب، إلى التحقيق، والغنوشي يقول لا أعلم ما هو السبب الاستدعاء لهذا التحقيق. الأدلة المثبتة الآن أصبحت أدلة واضحة بالفعل، توصيف القانوني لها كيف سيسير؟ لا يمكن أن نتحدث عن أدلة واضحة باعتبار أننا ما زلنا في طور باحث البداية، والقانون يمنح لباحث البداية مهلة في الجرائم الإرهابية طبعا 15 يوما لاستقبال البحث، ومن ثم يصبح الملف ملفا قضائيا بامتياز، ويذهب إلى قاضي التحقيق الذي يحمل عليه القانون واجب البحث دون توان عن الحقيقة. نحن ما زلنا في بدايات البحث، ولكن كل المؤشرات تدل على أن هذا الملف هو ملف كبير ومعقد، بالنظر إلى أنه ملف دولي وعابر لحدودنا ويتجاوز التراب الوطني ليصل إلى أكثر من منطقة في العالم، مما سمي ببؤر التوتر. كذلك هو ملف معقد من جهة أن أكثر من صنف من الأصناف ذو شبهة فيه، هناك سياسيون، هناك أمنيون، هناك رجال دعوة، هناك أيضا رجال أعمال، وخاصة بالنظر إلى أنه طال الصف الأول لقيادة حركة النهضة، هذا الصف الذي ظل طوال السنوات فوق المحاسبة الآن سويوا بغيرهم من التونسيين، والقضاء سيبحث عن الحقيقة، إن كانوا مدانين فستقع إدانتهم، وإن كانوا غير ذلك فالقضاء سينصفهم. طيب، على أي أساس صدر أمر إلقاء القبض؟ وهنا نتحدث عن وحدة الوحدة الأمنية لمكافحة الإرهاب بالعاصمة التونسية، هل هناك استناد على دليل وبالتالي استدعاء هؤلاء الأشخاص؟ في مرحلة البحث البداية على الأقل، فلا يفترض وجود أدلة، ولا يفترض وجود أدلة عميقة أو أدلة دامغة للاستدعاء، باعتبار أن الشخص عندما يستدعى خلال طور البحث يعتبر إما شاهدا أو ذا شبهة في أقصى الحالات. ما تردد أن استدعاء راشد الغنوشي ليس بوصفه شاهدا وإنما بوصفه ذي شبهة، وسيقع بحثه، وبعد ذلك الأمر موكول للقضاء إن كان سيحال كمتهم أو أنه ستحفظ في حقه التهمة. ولكن في كل الأحوال فأعتقد أن وحدة البحث هي وحدة متمرسة، وحدة فنية بامتياز، وقد علمنا وخبرناها في أكثر من ملف سابق بإمكانها أن تصل، ليس إن لم تكن إلى الحقيقة فعلى الأقل ستصل إلى نسبة كبيرة منها. طيب، هل نستطيع القول بأنه استدعاء الغنوشي الآن والقيادي الذي معه أيضا إلى التحقيق هي بداية الخيط؟ وهنا نتحدث كما أشرت حضرتك أستاذ عبد الحميد أنه خيط كبير وشبكات كبيرة وأيضا عابر للحدود. لا خلاف في أن استدعاء راشد الغنوشي ومعه نائبه علي العريض، وكما ورد في تقريركم قد يصل البحث إلى القيادي أيضا السيد نور الدين البحيري، ولكن ربما ما منع من استدعائه خلال الطور مسألة إجرائية باعتباره محام، والقانون التونسي يمنع بحث المحامين لدى باحث البداية، والبحث فقط يكون أمام قاضي التحقيق. هذه الصورة من المؤكد أنها ستكون علامة مهمة ومفصلية في تاريخ فتح الملفات الكبرى في تونس. هذا الملف إذا ما فتح ستكون له في تقديري تداعيات على غاية من الأهمية على الصعيدين القانوني والسياسي، وإذا ما انتهى إلى ما يجب أن ينتهي إليه في كشف الحقيقة فإنه سيكون إعلانا عن انتهاء وعن تدمر أو تدمير عفوا تحصينات النهضة التي أرستها وبنتها في مختلف مؤسسات الدولة من قضاء وأمن وإدارة وغيرها طوال العشرية التي كانت فيها حاكمة.
طيب، وقوف الغنوشي أمام القضاء أستاذ عبد الحميد، وهنا نتحدث عن قضية كبيرة بهذا الحجم نتيجة لتردد اسمه، وهنا المصادر الكثيرة تتحدث أيضا عن ذلك في تحقيقات سابقة مع قيادات إخوانية، إذن يبدو أن الأدلة هذه المرة هي أدلة دامغة. اسم الغنوشي تقريبا تردد ويتردد في كل الملفات الكبرى التي لم تفتح قبل 25 جويلية والتي فتحت بعد 25 جويلية، ملف بداية بملف الاغتيالات السياسية، ملف الجهاز السري، ملف الأخطبوط المالي لحركة النهضة، والآن يضاف إلى هذه الملفات الكبرى ملف على غاية من الأهمية وهو ما يعرف بملف التسفير. المسؤولية السياسية لحركة النهضة مسألة محسوم فيها ولا خلاف فيها بين النخب السياسية، ولكن الإشكال الآن إن كنا سنتجاوز مرحلة المسؤولية السياسية أو المسؤولية إلى المسؤولية الجزائية أم سيكتفى بالمسؤولية السياسية، هذا هو الخلاف وهذا هو الجدل. كل المؤشرات على الأقل إلى الآن تشير إلى أن حركة النهضة أو على الأقل قيادات داخل حركة النهضة مسؤولة بصفة فردية ومسؤولة جزائيا عن هذا الملف، وقد رأينا كيف أنه تم الاحتفاظ بأكثر من قيادي، والاحتفاظ في التطبيق القضائي مؤشر على وجود قرائن قد تؤدي إلى الإدانة فيما بعد. لا نعلم إن كان السيد راشد الغنوشي ستسند إليه التهمة مباشرة أو سيحتفظ به شأنه في ذلك شأن باقي المستدعين، أو إنه سيواصل بحثه في حالة صراح، إما بحكم ما في الملف أو أيضا بحكم وضعه من ناحية سنه ووضعه الصحي. شكرا جزيلا على هذه التوضيحات، كنت معنا القانوني والمحلل السياسي أستاذ عبد الحميد بن مصباح، شكرا لك. في تونس أيضا تباينت وجهات نظر الشارع التونسي بشأن القانون المثير للجدل الذي نشره الرئيس قيس سعيد، والذي يقضي بالسجن 5 سنوات والغرامة لمروجي الإشاعات والأخبار الزائفة. أنا رأيي مع سيد الرئيس، أول حاجة ذي كل إنسان يطلع إشاعة مش في بلاصتها مش صحيحة يتعرض للقانون يتحاسب باش الناس تتربى. عنده الحق الرئيس، يعني أي إشاعة أي حاجة نجم تضر بالأمن العام لازم نضرب بالأمن القومي، هذه تسمى قمع للحريات. احنا عملنا ثورة ليش؟ كنا في عهد الدكتاتور بن علي لفين ما يتكلم حتى واحد، ما صدق ربي جتنا ثورة أموع على الأقل تنفسنا شوي. شنو تنفسنا شوي؟ ولينا نعبروا ولينا نحكوا واني نعالج موقف أو آخر اتخذ موقف، لا يعني أني أبث إشاعة، أني فقط أقرأ وأؤول وأرى المآلات التي قد تكون سيئة لحدث معين أو قانون معين. فبالتالي أنا بصراحة هذه القوانين مثل هذا النوع من القوانين ومهما كانت النوايا حسنة لا يمكن تنزيله إلا في خانة التضييق على الحريات والرأي الحر. من حقه باش يهبط الورسوم، هذا باش يحد من ظاهرة الكذب والفتنة اللي منتشرة عندنا برشا في تونس وبصفة غريبة. في تونس أيضا دخل قرار رفع أسعار المحروقات في تونس حيز التنفيذ، حيث رفع أسعار عبوات الغاز أو تم رفع أسعار عبوات الغاز الخاص بالطهي بنسبة 14% والوقود بنسبة 3%. قرار رفع الأسعار يأتي بعد وقت قصير من اتفاق الحكومة مع اتحاد الشغل على رفع أجور موظفي القطاع العام بنسبة 5% خلال السنوات الثلاثة القادمة. الحدث مستمر وفيه أيضا بعض الفاصل. الانشغال الروسي بالعملية العسكرية بأوكرانيا يتيح لإيران حرية التحرك في سوريا.
تغيب آفاق الحلول وتظهر قصص المعاناة، صرخات تعبر الحدود، ووجع يشاهده العالم كل يوم بالصوت والصورة. وحتى لا تنسى قصصهم، نحن نوثقها بكل تفاصيلها. كشفت جولة لكاميرا الحدث في ولاية كسل شرقي السودان عن أوضاع إنسانية صعبة جراء السيول والفيضانات. نحن القاش حاصرنا من كل الاتجاهات. عدد الضحايا وصل إلى 79 حالة وفاة، كما أن عدد المنازل التي دمرت بشكل كامل فاقت 15,000. بعض المنظمات تحاول حصر حجم الأضرار، ولكن طبعا هي تفوق إمكانياتهم. كيف يمكن معالجة ما يجري في ولاية الجزيرة؟ عقدتم اليوم اجتماعا لقوى الحرية والتغيير الشق التوافق الوطني، ما الذي جرى في اجتماع اليوم؟ أي نقاط نوقشت؟ المطلوب الآن من القوى السياسية في السودان أن تسارع الخطى في التوافق حول أطر دستورية. ما تبقى من الفترة الانتقالية يحكمه كل الشعب السوداني، نحن ضد الإقصاء. لماذا لا تجتمع هذه القوى وتضع البلاد نصب عينيها أنه بالفعل هناك بلاد بحاجة إلى أن نصل إلى حل؟ إلى متى ستظل الأمور معلقة؟ أهلا من جديد. فراغ الروسي في سوريا سببه الانشغال بالعملية العسكرية بأوكرانيا، فراغ تتسابق كل من إيران وإسرائيل على ملئه. هنا نتحدث عن موسكو التي سحبت منظومة الدفاع S-300 ونقلت نخبة من الطيارين وعناصر وقيادات من مرتزقة فاغنر لدعم جنودها بساحة المعركة هناك. هذا التراجع بالوجود الروسي يربط ما بين متغيرات كثيرة تشهدها الساحة السياسية والعسكرية بسوريا. أولها ووفق صحيفة الشرق الأوسط يتمثل بالدفع الروسي باتجاه تقارب سوري تركي. فترتيب البيت السوري يعد أولوية لبوتين بعد انزلاقه للمستنقع الأوكراني. أما عملية المصالحة والتطبيع فتدفع باتجاه طهران كذلك بهدف منع الدعم التركي للفصائل وتخفيف الضغط عن حليفها الأسد. كما توجد مصلحة إيرانية تركية سورية لخنق وحدات حماية الشعب الكردية ومنع تعاظم دورها شرقي الفرات، وهي المصلحة نفسها أيضا التي تجمع الثلاثي ضد القوات الأمريكية شمال شرقي سوريا. إلا أن هذا التقارب سيكون تحولا في قبول دمشق بالوجود العسكري التركي، حيث رجحت مصادر أن تستضيف نيويورك اجتماعا بين وزيري الخارجية السوري والتركي أو بين نائبيهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. أما ثاني هذه التغيرات فالتصعيد الإسرائيلي مؤخرا، حيث بدأت تل أبيب بالفعل بما تسميه بعملية إنهاء التموضع الإيراني في الجهات الشمالية. زادت أيضا وإسرائيل من وتيرة ضرباتها التي تستهدف مواقع وأهداف مرتبطة بإيران وبميليشياتها على الأراضي السورية، بينها استهداف مطاري دمشق وحلب وإخراجهما عن الخدمة. أما إيران فكانت قد رفعت أيضا من مستوى وجودها العسكري في سوريا وجندت الميليشيات شرقي البلاد، كثفت أيضا من جهود نقل المعدات والأسلحة جوا عبر مطارات سوريا بعد أن كانت تقوم بذلك عبر الممرات البرية. إذن نحن بحاجة أيضا إلى إجابة دقيقة في مثل هذه التفاصيل، خاصة وهنا قوى كثيرة تتصارع داخل سوريا. ينضم إلينا من موسكو أستاذ رائد جبر مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في موسكو، أهلا ومرحبا بك معنا. وهنا الحديث أيضا عن مجموعة من العقد المركبة إن صح التعبير داخل سوريا، ما بين روسيا التي تريد أن تتفرغ لمعركتها في أوكرانيا، وبالتالي أصبح هناك فراغ من سيملأه وكيف ستعاد خارطة التوازنات داخل سوريا؟
نعم، تحية طيبة بداية. يعني اسمحي لي بالبداية لا أتفق تماما مع فكرة الفراغ، أنه بالفعل هناك انشغال روسي بالوضع في أوكرانيا، هناك إعادة ترتيب للأولويات الروسية في سوريا وفي غيرها من الملفات الإقليمية، ولكن هذا لا يعني أن روسيا تنسحب من سوريا أو تقلص إلى درجة مؤثرة بدرجة كبيرة يعني حجم وجودها وتأثيرها في الملف السوري، بمعنى أن التموضع الاستراتيجي بالفعل كما ذكرت المقالة في الشرق الأوسط، التموضع الاستراتيجي الروسي في سوريا على حالة، روسيا تعيد ترتيب أولوياتها، هذا يمنح فرصة للأطراف الفاعلة الأخرى على الأرض السورية لأيضا التحرك من أجل تعزيز مواقعها. هنا بالدرجة الأولى يظهر الحديث عن إيران. أنا أعتقد أن إيران هي المعضلة الرئيسية الآن في سوريا، لأنه إيران تستغل بشكل قوي أولا يعني حال المناكفة القائمة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، يعني بمعنى أن روسيا إذا كانت في السابق تحدثت بشكل واضح عن ضرورة انسحاب الإيرانيين والميليشيات التابعة لإيران من بعض المناطق مثلا من الجنوب السوري إلى مسافات معينة وتقليص حل استفزازات في بعض المناطق الأخرى، أيضا كما تذكرين كانت موسكو في وقت سابق سيرت دوريات في منطقة الجولان من أجل منع يعني تطمينات للجانب الإسرائيلي، وعرقلت أي حضور لميليشيات تابعة لإيران في هذه المنطقة أيضا. الآن روسيا تقلص من هذه التحركات، تقلص من هذه الرقابة، بالتالي هي تستخدم التمدد الإيراني في سوريا في مناطق عديدة بينها وبالدرجة الأولى في مناطق الجنوب السوري من أجل مناكفة تعزيز مناكفة الولايات المتحدة، وهذا أمر بات واضحا خلال الفترة الأخيرة. هذه النقطة. النقطة الثانية أنه هناك أصلا اتفاق روسي إيراني تركي على ضرورة تصعيد المواجهة مع الوجود الأمريكي في سوريا، هذا ظهر في اجتماع أستناء الأخير على اجتماع القمة الذي عقد في طهران الشهر الماضي، وكان التركيز الرئيسي في البيان الختامي للرؤساء الثلاثة يعني إيران وروسيا وتركيا حول مسألة دعم الحركات الانفصالية ومسألة الوجود الأمريكي الذي وصف بأنه احتلال ويجب إنهاءه. إذن هناك استغلال للواقع الذي فرضته التغيرات الدولية والإقليمية بسبب الحرب الأوكرانية، استغلال لإعادة ترتيب أولويات موسكو من أجل هذا الحضور. بالنسبة لتركيا في المقابل يعني أعتقد أن أردوغان كان يريد أيضا أن يستغل هذه المسألة، لذلك لوح طويلا بمسألة العملية العسكرية التي ينوي رمها. هو في الواقع يريد تعزيز أوراقه التفاوضية، أراد تعزيز أوراقه التفاوضية مع موسكو من أجل الوصول إلى صيغ جديدة. الآن موسكو تدفع باتجاه هذه اللقاءات الروسية السورية التركية، وربما في وقت لاحق محاولة الوصول إلى إعادة يعني ترميم وربما تحديث لاتفاق أضنة الموقع بين موسكو بين دمشق وأنقرة في 1998 بما يضمن المصالح الأمنية التركية في مناطق الشمال السوري. نعود أيضا أستاذ رائد إلى إسرائيل هنا والحديث عن تكثيف الضربات وملاحقة الأسلحة، حتى وإن كانت تغيرت تركيبة ونقل الأسلحة برا وبدأت تذهب باتجاه الجو للمتابعة والملاحقة، تظل تبقى عندك أيضا إسرائيل كيف ستتعامل مع الوضع وهي تدرك أن إيران تقوم بحشد الأسلحة بشكل غير مسبوق لإعادة تموضعها ربما أو لدراسة خارطة طريق مختلفة الآن تبحث عنها إيران داخل سوريا؟ طبعا إسرائيل أيضا تراقب هذا التمدد الإيراني، تراقب التجاهل الروسي لهذا التمدد في هذه المرحلة بسبب كما قلت قبل قليل أن روسيا معنية أكثر بمناكفة الولايات المتحدة، لذلك إسرائيل حريصة على مراقبة هذا الأمر ومتابعته بشكل مباشر. يعني في أوقات سابقة كان هناك تفاهمات ضمنية بين موسكو وتل أبيب بأنه موسكو يمكن أن تقوم بكبح جماح التمدد الإيراني في بعض المواقع، أكثر من ذلك كان هناك تفاهمات على أنه حتى استهداف المواقع الإيرانية في سوريا لا يجب أن يطال البنى التحتية للجيش السوري ويعني المنشآت والإدارات التحكم والسيطرة التي تدعمها موسكو بشكل مباشر لا يجب أن يعني تستهدف بما في ذلك المطارات مثلا. الآن أولا هناك خلاف بين موسكو وتل أبيب متفاقم بسبب الموقف الإسرائيلي من الحرب في أوكرانيا، وهذا التباين بات واضحا كما تعلمين. يعني موسكو منعت وجود أو نشاط الوكالة اليهودية في روسيا وهناك تضييقات واسعة، هناك يعني نفور يتزايد بين الطرفين، هذا انعكس على الأرض السورية.
أيضا العنصر الإيراني وعنصر التمدد الإيراني. بطبيعة الحال إسرائيل تراجعت عن تفاهماتها السابقة مع موسكو وبدأت تزيد من الضغط بشكل مباشر من أجل كما تقول يعني تأمين مصالحها الأمنية. إذا نحن أمام مشهد متطور فرضته تداعيات الحرب الأوكرانية، صح التعبير، تداعيات على الملفات الإقليمية بالدرجة الأولى في سوريا نشهدها الآن عبر هذا التحرك النشط للفاعلين الأساسيين على الأرض السورية. شكرا جزيلا لك من موسكو، كنت معنا أستاذ رائد جبر مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في موسكو، شكرا جزيلا. وفي أوكرانيا تجدد القصف الأوكراني خلال الساعات الماضية على مواقع الانفصاليين في دونسك مستهدفا مراكز الإدارة في المدينة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. موفد الحدث رصد أثر القصف. توجهنا إلى مكان القصف بعد استئناف القوات الأوكرانية قصف قلب مدينة دونيتسك. هذه إحدى السيارات المتضررة، وكذلك هنا مكان سقوط القذيفة. هذه إحدى سيارات الإسعاف لسلطات دونيتسك، أيضا وصلتها الشظايا، ربما لم تسقط القذيفة هنا، أثار الزجاج على الأرض وفي هذه المناطق القذائف تسقط باستمرار وتمر مراحل هدوء نسبية، لكن القصف لا يتوقف منذ عدة أيام منذ أعلنت القوات الأوكرانية عن عملياتها العسكرية لاستعادة الدنباس. أما هذا المكان فهو مكان سقوط القذيفة الثانية، أظن أن هذا متجر أحد المتاجر في المنطقة. هذه قطع من أنابيب الغاز تكسرت إثر القصف. نتوجه أيضا إلى مكان قذيفة أخرى حيث أقل من 50 متر عن هاتين القذيفتين. لابد أن هذا المبنى ليس سكنيا، الشظايا هي التي تدمر أكثر من القذيفة نفسها. القذائف بالفعل تسقط في الأحياء المدنية. حتى الآن لم يكن هناك ضحايا ولا إصابات لأن القصف كان في وقت متأخر. لقناتي العربية والحدث، رائد الأخبار دونيتسك. إذن من دونيتسك يبقى معنا أيضا مراسل الحدث الزميل رائد الأخبار، أهلا ومرحبا بك رائد. رائد، قصف متواصل كما يبدو منذ ليلة الأمس، وهنا نتحدث عن قصف بلا هوادة، إلى أين وصلت الأمور خاصة في إشارتك أنه حتى الأحياء المدنية تقصف؟ نعم أسماء، بالفعل القصف ما زال متواصلا حتى من ساعات الصباح الباكر. دعيني أترك الكاميرا توضح الصورة، الشوارع بالفعل خاوية إلا من بعض المارة القليلين الذين لا يأبهون بهذا القصف. بالفعل منذ ساعات الصباح الباكرة منذ أمس والقصف مستمر وعنيف جدا على قلب المدينة العاصمة. هناك قتلى وجرحى عند المدنيين. الجانب الأوكراني قال بأنه يشرعن عمليات قصف المدن، ذلك لأنه يعتبر هذه المدينة محتلة من قبل الجانب الروسي. بالفعل العملية العسكرية الأوكرانية ضد المناطق التي سيطر عليها الجانب الروسي بعد 24 فبراير لهذا العام، بعد إعلان وإطلاق العملية العسكرية الروسية، بالفعل أصبحت العمليات جادة جدا وهي مقبلة على اقتحامات. ينفذ الجيش الأوكراني اقتحامات في مختلف مقاطعات المنطقة، حيث خاركيف، عفوا حيث خرسون وزاباروجي، كما أن هنا في دونيتسك ولوغانسك يحاول الجيش الأوكراني الاقتحام والعودة من جنوب دونيتسك من ناحية ماريوبل وفالنافاخا، أيضا من الناحية الشمالية حيث مدينة ليمان التي يتمركز فيها الجيش الروسي. حتى الآن يحاول الجيش الأوكراني السيطرة على مدينتين حول
ليمان لتطويقها. هاتان المدينتان هما سفيتاغورسك وبيليغوروفكا. بالفعل هو يدخل ويحاول لأن لديه إمكانيات من الأسلحة المتطورة التي يدعم بها الغرب الجيش الأوكراني. إذا تحدثنا عن الجانب الروسي فهناك بالفعل أسماء تغيير في الخطط. أولا عودة المقاتلين الشيشانيين إلى محور الشرق الأوكراني وخرسون، عادة القوات الخاصة لتحارب وتقاتل في شمال دانيتسك ما بين لوغانسك ودانيتسك حول مدن سيفيرسك وسيليدار وكذلك على أطراف باخموت بصحبة قوات فاغنر التي يعني صدرت أنباء عن دخولها أطراف مدينة باخموت. هي هذه الإشارة الوحيدة من جانب القوات الروسية بالتقدم. كل ما هو من معارك في المقاطعات عبارة عن تقدم للقوات الأوكرانية إلا محور باخموت الذي ما زال فيه الروس يتقدمون ولو ببطء شديد. أيضا سلاح الجو الروسي بدأ يعمل وبكثافة حيث أنه يقصف في المناطق الشرقية والجنوبية من أوكرانيا، الحديث عن مئات القتلى من الجنود الأوكرانيين حسب وزارة الدفاع الروسية، 230 قتيل أوكراني من الجنود في محور دانيتسك هنا في محاولة للجيش الأوكراني لاقتحام مدينة زايتسفا. أيضا في محور خرسون تحاول القوات الأوكرانية التقدم من منطقة نيكولايف إلى مدينة خرسون، أيضا الحديث عن أكثر من 200 قتيل من الجنود الأوكرانيين، الحديث عن تدمير آليات من الدبابات بعشرات الآليات العسكرية. طبعا الجانب الأوكراني يعني لديه من الجنود ما يمكنه من إعداد مثل هذه العمليات العسكرية والاقتحامات لأن لديه 8 أضعاف أعداد الجنود الروس. وقد قال الرئيس الروسي بأنه لا يريد أن يرفع نسبة أعداد الجنود الروس وقال بأنهم يكفون لهذه العملية. الحقيقة أن الطرف الروسي وطرف الانفصاليين هنا عندنا على الأرض أسماء أيضا لديهم أعداد كبيرة من المفقودين والذين يقضون في هذه المعارك. نحن نسمع قصص الجنود الذين نلتقي بهم، ذلك ما لا تعلنه الوسائل الرسمية أو الجهات الرسمية هنا، لكن الخسائر عند الطرفين بالفعل وبأرقام كبيرة بالفعل كما نسمعها من وزارة الدفاع الروسية. بالفعل هناك مئات القتلى من الجنود بشكل يومي وعشرات القتلى من المدنيين أيضا بشكل يومي عند الطرفين، الطرف الروسي والطرف الأوكراني. كل الشكر على كل هذه التفاصيل من دونسك. كنت معنا مراسل الحدث الزميل رائد الأخبار، شكرا رائد. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن عملية فحص الجثث التي تم استخراجها من مدينة زيوم مستمرة، مؤكدا أن الجيش الأوكراني عثر على أكثر من 10 غرف للتعذيب. استخراج الجثث من المقابر الجماعية في إزيوم ما زال مستمرا وفحصها أيضا جار، وقد عثرنا على أدلة جديدة تثبت تعرض أصحابها للتعذيب. كذلك عثرنا في المناطق المحررة في خاركيف على أكثر من 10 غرف تعذيب. العديد من الجنود الروس أصبحوا يدركون بالفعل أن فرص انتصارهم في أوكرانيا معدومة، والأكثر كفاءة منهم قد استسلموا بالفعل، ونحن نضمن احترام جميع حقوقهم وفقا للاتفاقيات الدولية، وسنواصل الضغط حتى يفهموا كل هذا. سنهاجمهم بقوة أكبر من أي وقت. إذن الحرب الأوكرانية ستدخل شهرها 7 قريبا، والسؤال يدور حول مصير هذه الحرب ومن سيخرج منها منتصرا. أشهر طويلة على الحرب الأوكرانية أنهكت على ما يبدو الجيش الروسي، وجعلت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أضعف من أي وقت مضى وفق محللين أمريكيين. فقد تراجعت قواته في مواجهة هجوم أوكراني مضاد لم يحسب القادة الروس حسابه. ويبقى السؤال بعد هذه التطورات، ما هي خطوة بوتين التالية وكيف سيستعيد قوته؟
المسؤولون الغربيون يشيرون إلى أنه قد يكون لديه عدد من الخيارات، ففي الميدان وبعد فشله في الاستيلاء على العاصمة وأجزاء استراتيجية من البلاد، يمكن لبوتين أن يقرر التركيز على تثبيت الخطوط الدفاعية الروسية وإعادة تجميع صفوفه في منطقة دونباس فقط، كما يمكن أن تحدث عودة روسية أخرى في شكل تعبئة كاملة والتي من شأنها أن تضيف مليوني جندي إلى الجيش. ويتكهن خبراء آخرون أيضاً بأن الكرملين قد يندفع قدماً على طول البحر الأسود لعزل الموانئ الأوكرانية بهدف إعاقة تصدير الحبوب. ومن الخيارات المتاحة أمام الرئيس الروسي وفق القراءات الغربية أيضاً احتمال أن يتشدد أكثر في مجال الطاقة. أما الخيار الأخير ولو أنه مستبعد وفق محللين والذي قد يكون الأكثر خطورة، فيتمثل في اللجوء إلى الزر النووي. كل هذه الخيارات ممكنة، لكن الخطوة التالية لبوتين لا تزال غير واضحة. ووسط كل هذه السيناريوهات تظهر أصوات أخرى في روسيا مطالبة يوما بعد يوم بإنهاء الحرب. قدرت أوساط عسكرية إسرائيلية أن ما يجري في الضفة الغربية مؤخرا من اشتباكات مسلحة يمثل انتفاضة فلسطينية من نوع مختلف، يقودها جيل جديد من الشباب لا ينتمي بشكل مباشر إلى تنظيمات سياسية ويتبنى أيضا أنماطا مختلفة في المواجهة. يميل البعض للاعتقاد بأن هذا المشهد الذي حدث منذ عامين في جنين كان شرارة انطلاق مواجهة من نوع مختلف. شاب اسمه جميل العموري خرج من نافذة سيارة وأطلق النار بشكل مباشر على الجنود. ظل جميل مطاردا لأشهر ليشكل نموذجا لأقرانه في المخيم، المطارد والمضحي بالحياة من أجل أهداف نبيلة. بعد أشهر اغتالت إسرائيل الشاب جميل، وتروي أمه أن جميل لم يشهد معركة مخيم جنين قبل 20 عاما، لكنه حفظ كل قصصها وأن سلاحه كان من ماله الخاص. جبت له سيارة على أساس أنه يشتغل عليها ويساعدنا، فأنا ما توقعتش من جميل أن يبيع السيارة ويشتري فيها سلاح. في نابلس برز اسم إبراهيم النابلسي كواحد من أشرس المقاتلين في المواجهة مع القوات الإسرائيلية. مقاطع اشتباكه وفيديوهات يومية من حياته ملأت منصات التواصل الاجتماعي. النابلسي كان ينتمي سياسيا لحركة فتح، لكنه لم يتلقى قرارا منها بالمواجهة ولم ينل تمويلا لشراء السلاح، وإنما تمرد أيضا على الخط السياسي الحالي لفتح، واعتبر نفسه منتميا لكتائب الأقصى والتي كانت الذراع المسلح لفتح إبان الانتفاضة الثانية قبل أن تحل رسميا في حينه. وقبل أن تغتال إسرائيل النابلسي بعملية كوماندو خاصة، كان هو الآخر قد شكل نموذجا لمئات الشبان من أقرانه، وحتى رفضه الاستسلام وكلماته الأخيرة قبل موته أصبحت رمزا وشمها البعض على جسده. والمفاجئ أن إبراهيم لم يبلغ 19 ربيعا ولم يعاصر انتفاضة عام 2000، لكنه تأثر بالواقع الأمني والاجتماعي والاقتصادي من حوله ليتخذ قرارا بالمواجهة المسلحة مبنيا على فهمه الذاتي لما يدور حوله. تقدر أوساط عسكرية إسرائيلية أن ظاهرة المواجهة المسلحة قد خرجت عن السيطرة، وأن الاشتباكات الليلية وعمليات إطلاق النار ضد أهداف إسرائيلية آخذة في الاتساع بما يشبه انتفاضة ثالثة يقودها جيل جديد لم يعهد الانتفاضات السابقة، وهو أكثر جرأة وأوسع تأثيرا بفضل تعامله المباشر مع منصات التواصل، وهو خارج عن سيطرة السلطة والتنظيمات الفلسطينية المعروفة. عبد الحفيظ جعوان، الحدث، الأراضي الفلسطينية. انتهى وقت استديو الحدث لهذا اليوم، يمكنكم متابعة ما فاتكم من أخبار عبر منصات التواصل والتفاعل أيضا مع موقع القناة. سعدت بلقائكم، إلى اللقاء.